ويا صباح الخير يا أحلى متابعين، رجعنا لكم تغطية جديدة من فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيك. جمعة مباركة على الجميع، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. زي ما أنتم عارفين قايمين بجميع الإجراءات الوقائية من تنظيم الدخول وقياس درجة الحرارة، وأيضا بيتم توزيع الكلفزات والتعقيم بشكل مستمر لجميع عملائنا، وأيضا بيتم تعقيم العربيات بشكل مستمر قبل وبعد استخدامها من أي عميل. زي ما أنتم شايفين قمنا بتجديد العربيات لأجل صحتكم وسلامتكم، جميعها معقمة وجاهزة للاستخدام. قبل كل شيء لا تنسوا تخلوا مسافة بينكم وبين كل عميل قرابة المتر. كمان حابة أذكركم بالمعقم الموجود في جميع أنحاء المركز. تسوق آمن وممتع لكم في شركة مجمع الشامل. بدأ تغطيتنا لليوم بالفخامة والأناقة اللي وفرناها لعيونكم يا أحلى متابعين. تعالوا نشوف مع بعض جمال الطقم السيراميك اللي توفر عندنا. طبعا رح يجيكم عبارة عن 7 قطع. الصحن الحجم الكبير هذا الشكل المسطح، والحجم الوسط، وكمان الكاسات. شايفين جمال الطقم، وتوفر كمان الزبديات بهذا الحجم والحجم الكبير. تجيكم بهذا الشكل الزبدية، وكمان الصحون الغويطة بالحجمين، الحجم الكبير والحجم الوسط. ورح تاخذوا كل قطعة ب5 ريال ما عدا الزبديات والكاسات، رح تاخذوا القطعتين ب5 ريال كله لجمال عيونكم يا أحلى متابعين. بما انه بدينا بقسم السيراميك لازم نلقي نظرة على الصحون السيراميك اللي متوفرة عندنا بأشكالها المختلفة والمتنوعة. شايفين القسم ما شاء الله كبير ومتنوع، ما بين المورد، الماربل، السادة، الحجم الكبير والحجم الصغير. شايفين أشكالها جدا جميلة وأنيقة وتناسب جميع الأذواق، ورح تاخذوا كل قطعة ب5 ريال. ميزة توزيعاتك وهدايا العيد بالسلات الخزف الجميل المتوفر عندنا، شكلها جدا أنيق وحجمها مناسب للهدايا والتوزيعات. طبعا جايتنا بأكثر من شكل، عندنا هنا الشكل المربع أو عفوا الأسطواني، وعندنا كمان بهذا الشكل، وعندنا بهذا الشكل الجميل. رح تاخذوا كل قطعة ب5 ريال. متوفرة عندنا كمان سلات بأشكال ولا أروع ومناسب، ورح تاخذوا كل قطعة ب5 ريال. بما انه كثير منكم طلبوني اصور لهم قسم الخشبيات، متوفرة عندنا احجام وانواع مختلفة. عندنا هنا الشكل المربع، وعندنا هنا بهذا الشكل، لكن رح تجيكم حبتين ب5 ريال. متوفرة عندنا بهذه الاشكال الجميلة، الحجم الصغير، اشكالها متنوعة ومختلفة. شايفين عندنا كمان هذا الشكل المربع، متوفر منه كمان الدائرة المقسم، وعندنا هنا الشكل المستطيل، وبنفس الوقت تقدروا كمان تخلوه صينية للتقديم. طبعا ما شاء الله قسم الخشبيات كبير ومتنوع، متوفرة فيه جميع الأحجام وجميع الأشكال. عندنا هنا كمان متوفرة الصينية الخشب بالحجم الكبير، كثير منكم كانوا بينتظروها، وفرناها لعيونكم يا أحلى متابع. ومتوفرة عندنا كمان التغريسات الخشبية، وصلتنا بالحجمين، الحجم الكبير ورح يكون فيه 6 قطع، والحجم الصغير ورح يكون فيه 8 قطع. طبعا وصلتنا بأشكال مختلفة ومتنوعة، والميزة الحلوة فيها أنكم تقدروا تكتبوا عليها اللي بيناسبكم. رح تاخذوا كل مجموعة بهذا الشكل ب5 ريال. اللي بيحبوا يتفننوا بالكيك أصحاب مشاريع الحلويات، لا تفوتكم المجموعات اللي توفرت عندنا لتزيين الكيك. وصلتنا طبعا أكثر من مجموعة، عندنا هنا أول مجموعة رح تجيكم بهذا الشكل، وعندنا هنا المجموعة الثانية، بعد تختلف كل مجموعة عن المجموعة الأخرى. رح تاخذوا المجموعة كاملة بهذا الشكل ب5 ريال. والعيون أحلى متابعين، رجعنا وفرنا من جديد الرف البلاستيك لتنظيم
أدواتكم جميعا، سواء المواعين أو حتى الشوزات أو حتى أدوات عنايتكم. هالمرة وفرنا باللون البيج وكمان باللون الأبيض لمحبين اللون الأبيض. رح تاخدوا القطعة بهذا الشكل ب5 ريال. ونشوف مع بعض قسم السعادة، قسم الشوكولاتة اللي كثير منكم طلبوني أصور له. متوفر عندنا أنواع مختلفة ومتعددة، عندنا هنا التوفي كريسب، متوفر عندنا كمان البسكوت المالح بالحبة السوداء، متوفر عندنا كمان شوكولاتة كادبوري، شايفين راح تجيكم بهذا الشكل. وعندنا هنا شوكولاتة نسلة السادة، وفي كمان بالكراميل راح تجيكم بهذا الشكل. متوفر عندنا كمان تجيكم هذا الشكل بالحلويات. طبعا ما شاء الله القسم كبير ومتنوع، متوفرة فيه أشكال متعددة. عندنا هنا بسكوت دايجستيف سواء السادة أو الشوكولاتة، شايفين. متوفرة عندنا كمان حلاوة كراميل هذا الشكل رح تجيكم، أو حلاوة بقرة. عندنا هنا كمان شوكولاتة كادبوري الأصابع، ومتوفر عندنا كمان كيك أمريكانا بالشوكولاتة والفانيليا. وعندنا هنا كمان متوفر اللبان بأنواع مختلفة ومتعددة. متوفر عندنا كمان هنا الشوكولاتة المستوردة بأكثر من نوع، سواء جوز الهند أو الفول السوداني. متوفر عندنا كمان الكتكات المستورد والمحلي. عندنا هنا الويفر، طبعا ما شاء الله قسم الشوكولاتة متنوع، متوفرة فيه منتجات جدا متعددة. عندنا هنا المارس والتوكس كمان، رح تاخذوا كل عبوة وبنسرع. بعد زينة العيد اللي وفرناها لعيونكم يا أحلى متابعين، وفرناها بأشكال جدا جميلة وتناسب جميع الأذواق. عندنا هنا زينة التعليق رح تجيكم بهذا الشكل بأكثر من ثيم، شايفين ثيم البنات والأولاد. متوفرة عندنا كمان أكياس النايلون العيديات، شايفين رح تجيكم بهذا الشكل. ومتوفرة عندنا كمان العلب المعدن بثيمات مختلفة للعيد، الشكل الدائري، وأيضا متوفر بالشكل المستطيل، رح يجيكم بهذا الشكل الجميل. شايفين أشكالها جدا جميلة وأنيقة. ومتوفر عندنا كمان الشيكات للعيديات، دلعوا أطفالكم وفرحوهم بمناسبة العيد بأشياء ومنتجات جدا جميلة وفخمة. وتعالوا نشوف مع بعض هنا توزيعات الموكا أو علب الموكا، رح تجيكم بالحجمين، الحجم الكبير ورح يكون 6 علب، والحجم الصغير ورح يكون 8 علب بثيمات العيد. وتعالوا مع بعض التوزيعات الجميلة اللي توفرت عندنا بهذا الشكل الأنيق بشكل الماربل، شايفين كيف شكلها جاي جدا أنيق ومرتب. طبعا رح تجيكم مجموعة كاملة 12 علبة كرتونية وب5 ريال. وتوفرت عندنا كمان بالأشكال الثانية، تجيكم بهذا الشكل، أشكالها متعددة ومختلفة. وعندنا كمان هنا القماش للبنات والأولاد، ورح تاخدوا كل مجموعة ب5 ريال. متوفرة عندنا زينة للعيد بإذن الله رح أعرضها لكم بشكل مستمر وتناسب جميع الأذواق، رح تاخدوها بس ب5 ريال.
واللي طلبوني أصور لهم ورق الجدران الفوم متوفر عندنا باللون الوردي، واللون البيج راح يكون مقاس 77x70 سنتيمتر، ومتوفر أيضا بالأشكال الأخرى هذه شايفين أكثر من شكل. راح تاخدوا كل قطعة ب5 ريال. ونشوف مع بعض قسم الورد. طبعا ما شاء الله قسم الورد كبير ومتنوع، متوفرة فيه ألوان متعددة ومختلفة. شايفين عندنا هنا ورد دوار الشمس، وعندنا هنا كمان الورد الصغير بألوان مختلفة، والورد الكبير. طبعا الورد هذا صناعي وجدا جميل في تنسيق هداياكم أو حتى في الفازات على الطاولة. توفر جميع الألوان وجميع الأشكال. رح تاخدوا المجموعة ب5 ريال. وكذا تكون انتهت تغطيتنا لليوم. وقبل لا تنسوا ارموا الرزات في مكانها المخصص، وعقموا يدكم بالمعقم الموجود عند المخرج. شكرا لاختياركم شركة مجمع الشامل.